صلوا على أحمد، صلوا على أحمد، صلوا على أحمد، شفيع الناس بالمحشر سيدي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. الزمان
بشعاب مكة تكبرا أم القرى الله يا أم القرى هتف الزمان بشعاب مكة تكبرا أم القرى الله يا أم القرى هتف الزمان بشعاب مكة تكبرا أم القرى الله يا أم القرى أم القرى أم القرى واد وليس به قرى أم القرى تسفي بها ريح بلا روح ولا فيها ثرى أم القرى ولم يهنأ كرى أم القرى عافت فيا فيها طيور الجو إذ عاف الورى أم القرى Allah, Allah.
أتى خليل الله إبراهيم والطفل الحبيب وأمه وبدا لهم من ذلك الوادي المبارك رسمه فأتى خليل الله إبراهيم والطفل الصغير وأمه وبدا لهم من ذلك الوادي المبارك رسمه هو ذا نريد هنا مقاما والمراد أتمه هو ذا نريد هنا مقاما والمراد أتمه قالت أتتركنا بلا كلين فرادا والصغير تضمه نادى يا ربا فاجعله مكانا آمنا واجعل عبادك يا كريم تأمه نادى يا ربا فاجعله مكانا آمنا واجعل عبادك يا لم يعنه الطفل الصغير ولا العزيزة هاجر بل كان أمر الله جد يهمه ومضى وعافل أهل والمولى الكريم يعينهم لله وتهبط آخرا صعدا إلى جبل وتهبط آخرا تسعى وليت السعي يجدي همه ضاقت فلما استحكمت حلقاتها وإذا ترى ما أن أتت لتزمه سبحان من جعل العبادة أمه 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 مكة الخير سهول ورضا
نعى القفر وقد سالت شعاب وصف العيش بواديها وطاب فغدت قصدا وصارت موئلا جل من بدل ماء بسرار وكسى الله لأم وابنها أمنة بعد عناء وعذا شفها عطش الأحشاء والبار استجار وارتوت أكباد من قد شفها عطش الأحشاء والبار استجار فقضى الله لإبراهيم إذ عاد للأهل وقد حان الإياب تجيء بها حينا وتفتقد ما بين عابد أوزان يقوم لها وبين جمع لجبار السماء عبد وتارة تشهد العليا قداستها وليس يذكر إلا الواحد الأحد والبيت يسمو وكل الناس طائفة من حوله ولرب البيت قد سجدوا فأمطرت رحمة تغشى العباد بها والناس من كل صوب نحوها قصدوا وتارة لا ترى لله ذاكرة جهلاء ليل فخاب الفكر والرشد
بيت يشكو عتات الحطيم له شكاية كذاك الركن والبلد حتى إذا جاء أمر الله أنجزوا والله منجز للأخيار ما يعيدوا سلام الله آمن بنت وهب وهل يكفي السلام عليك بالرب ويا أم النبي عليك دوما سلاما صادقا أبدا وشكرا سلاما صادقا أبدا وشكرا سألت البدر في البيداء سرا أغيرك في فسيح الكون بدرا جعلت الليل سألت البدر في البيداء سرا أغيرك في فسيح الكون بدرا جعلت الليل والضاء منيرا وقد أرخى ظلام الليل سترا بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الحجة الفاضل أيها الضيوف الكرام أيها الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهنئكم بالمولد الشريف وأهنئكم بتعظيم الشعائر وأوجه قولي إلى سماحة الأب الفاضل حجة الإسلام وأقول له ورغم الحالة الصحية
أيها الشيخ الجليل، إن هؤلاء الشباب قد قدموا ما قدموا بين أيديكم، وقد بذلوا جهودا مضنية وطوال شهرين وهم في جهود متوالية. إن أحسنوا أيها الشيخ الفاضل فلكم الفضل، وإن قصروا فمنكم يتعلمون. ولا ننسى جهود الكاظم المبارك، فقد سخر كل جهد لإنجاح هذا العمل. نسأل الله التوفيق والقبول. هذه أبيات أيها الشيخ الجليل، يشرفني الله بأن ألقيها بين يديك، وأسأل الله القبول. الله يحفظك، الله يطول في عمرك. صفق النخل، واسمحوا لي الكلام موجه فقط للشيخ. صفق النخل فاستجاب ندائي، صفق النخل فاستجاب ندائي، وصفى البدر فاستثار ثنائي. صفق النخل فاستجاب ندائي، وصفى البدر فاستثار ثنائي. وسر الشوق والقصيد بليل، فانتهى الليل ما انتهى إسرائي. أيها المرسل البيان رويدا، قل له والحديث للشعراء. أيها السالك الطريق، فقف لي وقوافي زهير والخنساء. أيها السالك الطريق، فقف لي وقوافي جرير والخنساء. إن مدح الجبال وهي رواس قد عصى فهمه على الفهماء. إن مدح الجبال وهي رواس قد عصى فهمه على الفهماء. إن في طيبة النبي جليل خط سطرا في صفحة العلماء. مرحبا بك يا محمد، مرحبا مرحبا في مرحبا. مرحبا بك يا محمد، مرحبا شباب المجتمع المدني والذين آلوا على أنفسهم
إلا وأن يكون لهم بصمة في هذا الاحتفال المحمدي لتقديم هداية إلى سماحة الوالد الشيخ محمد علي العملي حفظه الله تعالى، وهم مجلس الإمام الهادي عليه السلام. ويتقدم نيابة عنهم الأستاذ رضا معتوب. صلوا على أحمد، صلوا على أحمد، صلوا على أحمد، صلوا على أحمد، شفيع الناس بالمحشر سيدي محمد.